في ثوبه الجديد للمرة الثانية على التوالي بمدينة الغردقة، وللمرة السابعة عشر منذ إنشاء هذا المؤتمر، حتى أصبح جزءا من مؤسسات النقابة وأصبح كيانا فعالا في العمل النقابي. من المحامين على المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر، ولم يقتصر هذا الحرص على المحامين المصريين، بل امتد ذلك إلى زملائنا في النقابات العربية، وحرص العديد من النقباء العرب والأمناء العامين المساعدين لاتحاد المحامين العرب وزملائنا المحامين من الدول العربية على حضور فعاليات المؤتمر. فأهلا بكم بيننا زملائي الأعزاء. فقدت نقابة المحامين في الآونة الأخيرة فرسانا ورموزا نقابية، وهو الأستاذ النقيب صالح السنوسي، الأستاذ محمود درويش، الأستاذ فتح البهنساوي، الأستاذ عاكف جاد، الأستاذ صابر عمار. إلا أن أمانة المؤتمر فقدت فارسا ومحاميا وأحد مؤسسي ذلك الكيان، ومقرر المؤتمر منذ إنشائه هو أخي وصديقي المرحوم الأستاذ خالد أبو كريشة. أدعوكم جميعا للوقوف لقراءة الفاتحة. زملائي الأعزاء، السادة النقباء، الضيوف الكرام، زملاء المشاركين بالمؤتمر، اسمحوا لي أن أتوجه إليكم جميعا بخالص الشكر والتقدير والعرفان، كما أرحب بالسادة الأساتذة النقباء الكرام، الأستاذ النقيب مازن أرشداد نقيب الأردن، الأستاذ النقيب عثمان الشريف نقيب السودان، الأستاذ النقيب جواد عبيدات نقيب فلسطين، الأستاذ النقيب محمد المراد نقيب طرابلس لبنان، الأستاذ النقيب محمد اليماني المغرب. كما أرحب بزملائي الأمناء العامين المساعدين باتحاد المحامين العرب، الأستاذ حسين شبانة، الأستاذ معين غازي، الأستاذ ناصر كمال، الأستاذ محمد المسواري إلى اليمن، أستاذ ناصر كمال الأردن، أستاذ معين غازي لبنان، أستاذ حسين شبانة فلسطين، الأستاذ بسام جمال طرابلس لبنان. كما أرحب بالزملاء المحامين الأردنيين الذين يحضرون معنا هذا اللقاء، وأرحب بالسادة النواب، كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى زملائي أعضاء مجلس النقابة العامة والسادة النقباء الفرعيين ومجالس النقابات الفرعية. واسمحوا لي أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للنقيب الجليل الأستاذ سامح عاشور الذي قدم كل الدعم والعون لأمانة المؤتمر، كما أشكر كل زملائي الذين بذلوا أقصى جهدهم في تنظيم أعمال المؤتمر، وأشكر العاملين الذين بذلوا أقصى الجهد، وأيضا إدارة الفنادق والشركة المنفذة، كما أعتذر لزملائي الذين أبدوا رغبتهم في المشاركة ولم تتمكن أمانة المؤتمر من تحقيق رغبتهم.